تحية كبيرة لكم يما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا ولا على الراديو ميد تونيزي.com. دونك اليوم كما قلنا قبيلة باش نحكيوا على التوتر، نحكيوا على القلق، زيدا انه الفترة هذه فترة صعبة اكيد على برشا الناس. دونك الموجة الرابعة من فيروس كورونا تأثر كما نعرفوا برشا على نفسية الانسان، دونك يحس روحه ستريسي، يحس روحه متوتر. باش نحكيوا نحن اليوم خاصة كيفاش تتعايش مع الوضع هذايا وتقبلوا خطوات للتخلص من التوتر هذايا. معانا بالتليفون مدربة القدرة الذاتية هيلا من فرج عسلامة. هيلا بونجور. صباح الخير، صباح الشفاء لكل مستمعينا وين ما كانوا في كام ربوع الوطن تونس العزيزة. يعيشك، مرحبا بك معنا هيلا. دونك كيما قلنا دونك هذا موضوع الساعة هيلا اللي قاعدين نحكيو فيه توا. برشا ناس تقول لك فديت، عييت، ما عادش عيني لا باش نتبع الأخبار، لا عيني لا عارف شنو نعمل. هيلا فما ناس كيما نعرفوا تخدم خدمتها تقف شوية، يعني الموجة الرابعة هذه متاع كورونا تأثر أكيد على الناس الكل. نحن ديما نتمني وسلامة للجميع وديما نتمني وإن شاء الله ربي يحفظهم هما وعائلتهم، لكن الحالة متاع القلق والتوتر هذه معناها حاجة طبيعية إنه الإنسان يحس بها. هلا دوك نحن اليوم حابين نشوفوا معاك كيفاش نجموا نتخلصوا من التوتر هذه وما نخليهوش يسيطر على حياتي إن شاء الله يا ربي. في البداية نحب نقول للناس اللي تسمع فينا الكل، نعرف اللي انتم يعني فديتوا وطلقتوا من الأخبار السلبية اللي قاعدة تداول مؤخرا وخلتكم زادة تعيشوا في توتر مستمر وضغط نفسي وخوف زادة من مجهول. يا أمل متعليش أنا وياك اليوم باش نخليهم يعيشوا معنا مشاعر الطمأنينة والراحة النفسية إن شاء الله، ونحاول زادة قدر المستطاع نشوفوا اللي صاير معنا يعني بنظرة تساؤلية، لانه بصراحه محتاجين للجرعه من الامل اكثر من الفاكسان بيدها احنا هيك. اكزاكتومون كيما نعرفوا نحن هو التوتر والستريس ديجا يقلل من المناعه كيما اكدوا لنا معناها الاطباء. دونك ديما ماذا بينا نقعدوا المغال نتاعنا الفوق هلا صحيح هيك. علاش نحكيوا على الامل؟ الامل والتفاؤل هو في حد ذاته يا امل داء لكل دواء، وهيك علاش ننويو مع بعضنا نية الشفاء من كل شيء، مش كامل الكورونا، نية الشفاء من التوتر ونية الشفاء من الغضب والخوف، وكذلك نية النجاح والسعادة باش احنا نتخلصوا من التوتر هذايا. وما فماش خير من التوكل على الله. التوكل على الله والحسن الظن به هو مفتاح والسر الكبير في تغيير احوالنا لما هو افضل ولما هو أسعد، وهو السر لراحة البال وحلين البيبان زادة. هيك علاش مع بعضنا نتوكلوا على ربي، وأحنا بكلنا يقين والإيمان إنه من يملأ قلبه بربي ويعرف اللي هو قريب مجيب لدعوة الداعي شوفوا محلاها. يعني الجملة من كثر ما هي قصيرة تخليك تشعر بالأمال، فإني قريب قرب الله لينا وقرب لينا، وإنه ما يخليناش وقت الحاجة اللي في ظروف كيف من هكا راهي تزرع فينا برشا أمل وتزرع فينا برشا برشا حياة وبرشا تفاؤل مهما كانت يعني ظروف خايبة. ما علاش نقول نحكيه على الخوف ولا نحكيه على التوتر ولا نحكيه على اللهفة ولا فقدنا الأمل، ما دامنا نعرفوا اللي احنا كل شيء بيد ربي وكل حاجة تصير بحكمة من الخالق سبحانه وتعالى. به دونك هذه اول حاجة نبدأ بها، هذه الخطوة الاولى صحيح هو اليقين انه رب السماء اقسم بان مع العسر يسرى. إن مع العسر يسرى، وهيك علاش ما لازمناش نخافوا، راهو اكبر خطواتنا. خلينا اول مره في ظل يعني الظروف الاستثنائيه اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها واللي احنا الدواب يدينا وبعاد عليه، صدقني يا امل اللي هو الشفاء الروحي، الشفاء الروحي اللي هو يجينا في علاقتنا بخالقنا. نرجع لسبحانه وتعالى ونسلموا له كل هذه الاحداث بين يديه، وخليه هو اللي يشفع فينا ويحمينا من كل الظروف القاهرة التي لا حول ولا قوة لنا بها. لكن علاش نحب نقول لكم لا تيأسوا من روح الله،
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونعم بالله، هذه أول ولا خطوة هذه أول وأهم حاجة خطوة نبدأ بها وأكبر أكيد. خطوة تخلينا نعيش أمان وسلام وتعطيك وحياة الراحة، بالحق. تعطيك الراحة النفسية ديجا الخطوة هذه كي تاخذها ديما أكيد. وتتفكرها ديما تعطيك الراحة النفسية. الخطوة الثانية المستمعين اللي لازم يعرفوها وهي مهمة برشا، لازم نتقبلوا هذا التوتر وهذا الخوف. هنا نحكي على التوتر. نتقبل التوتر والخوف لأنه حاجة مشروعة، هي مشاعر سلبية. وكل ما يقع يعني رفع يعني وفهم وتقبل الظرف هذية، كل ما يعني يقل حجم التوتر ويصبح يعني مصدر لطاقة إيجابية، ما عادش يولي مصدر لطاقة سلبية. يعني كي احنا يقع التوتر هذه نقبلوه، يقع لهنا الانصهار في الكون بطريقة سلسة، وتولي لهنا أكثر حكمة وأكثر توازن عقلي، وتتولي تتماثل للشفاء وتحل مشاكل بأكثر إنسيابية وراحة نفسية. يعني المهم أنت تكون واعي بالحالة اللي أنت فيها كي تبدأ متوتر، باش هكيك تعرف كيفاش تتصرف. هيلا، ونحن كنا حكينا قبل معناها على الأضرار متاع التوتر بتدخل للإنسان وحتى للعائلة متاعو، أنه معناها يدخل في انفعال كبير وينجم يأثر هذي الكل سلبا عليه وعلى العائلة متاعو، ينجم يقول حتى كلام جارح من بعد، يولي بعد يقول يا ليتني، والموضوع هذي كنا حكينا فيه نحن قبل. دونك أنك تكون واعي هذه حاجة مهمة، باش هكيك كيما قلنا تمشي حتى كان حسيت روحك سافابا تخرج تمشي تعمل دورة تتبدل ساعة بساعة كما نقولوا. هلا صحيح صحيح يا أمل، هذا هو خطر، لأنه يؤدينا إلى مشاكل نفسية ومشاكل صحية كبيرة برشا احنا في غنى عليها. وقت اللي يعرف الإنسان اللي احنا الحياة هذه الحقيقة اللي احنا عايشينها، الحياة هي مجموعة من التجارب وأحداث متغيرة، كيما تنجم تكون إيجابية وكيما تنجم تكون سلبية. بالضبط، مش ديما لافي أن غوز معناها. صحيح. باش يعني نخلق التوازن العام في الحياة، يعني أش نقول لكم مثال بسيط، احنا اللي صاير معانا مش سهل، وحاجة جديدة دخلت علينا ودخلت على المناخ متاعنا. هيك علاش احنا تخيلوا رواحكم في مناخ جديد، واحنا بالحق توا رانا قاعدين نعيشوا في مناخ جديد مختلف علينا تماما. تخيلوا رواحكم طلعتوا الفضاء اكزومبل وتكتشفوا في مناخ جديد. في البدايه شنو يكون احساسك، شنو تكون شعورك، يكون فما ظهور، فما خوف، من مجهول. من بعد تبدا تستكشف بشويه بشويه المكان هذاك، ويبعث فيك شعور مطمئنينه بشويه بشويه، وتتعود على روتين معين. لأن احنا في الماضي تعودنا على روتين الحياة الطبيعية، نقوم في الصباح نغسل وجهي نشتري شنو، لا عدنا امراض، لا عدنا اوبئة، ما عندناش ظروف اقتصادية قاسية كيما تويكا، ما عندناش المشاكل الصحية اللي قاعدة نشوفوا فيها، ولا حتى الاخبار السيئة والسلبية اللي قاعدين احنا محيطين نفسنا بها. يعني كان على مواقع التواصل الاجتماعي نقول وإحنا نسمع في أخبار يعني تحزن، كيف تحل راديون، كيف التلفزة، هذا أكيد شيء ما نحكي لكش. عداهوني على الصحفيين هلا معناها أوتخ بغنطيز، وتحية للصحفيين الكل اللي بالحق معناها ساعات والله يبدأوا ينقلوا في معلومة ويبدأوا ينقلوا في أخبار يعرفوا اللي هي يبتبدأ سلبية، وبالحق معناها هم بيدهم بالشيء ذي راهو يأثر عليهم برشا نفسيا. دونك تحية كبيرة للصحفيين والإعلاميين الكل، تحية لكل الصحفيين اللي يجيبونا في الحدث ويحبوا يخليونا متواصلين معاهم، وإن شاء الله ربي يحميهم زادة حتى هما في 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 صورة خايبة يتنقلوا، يعني ربي يعلم بحالتهم كيفاش بيجيبونا احنا الخبر هذية. زادة تحية للجيش الأبيض، نقولوا له ربي معاكم وربي يحميكم ويقويكم ويشد على يديكم إن شاء الله. هيك علاش نحب نقول لكم راهو التوتر هو عبارة على فقدان الشخص للتوازن متاعه، كتوازن النفسي كما قلنا قبل، وتوازن الروحي وتوازن الجسدي. ديما نأكد لكم راهو التوازن النفسي لازم منه التقبل وقوة الإرادة والأمن، لازم ديما يكون موجود. وزاد التوازن الروحي، ديما خلينا في علاقتنا بالخالق تكون قوية، وخليوها كل شيء تمشي بالطبيعة، لأنه حتما سيكون كل شيء بخير. يعني قد ما احنا نكون واعين سيكون كل شيء بخير. يعني
باللي مش تكون فما أشياء سلبية باش تصير، باش أقل ضرر علينا وباش تكون أقل حدة علينا بإذن الله. زادها يخلينا عدم اتخاذ القرارات الصحيحة، عاش نجم ناخذ رانا قرارات صحيحة، يولي الجانب السلبي أكثر من الإيجابي، وهنا نوليو نعيشوا في محيط كما قلت أنت قبيلة أمل، محيط سلبي كسسوا على العائلة ولا كسسوا على روحي ولا على أصحابي، نولي ما عادش نجم نفرق بين الكلام الإيجابي اللي مش أقوله ولا اللي مش نخرجه البرة ولا اللي مش أقوله الروحي، تولي أكثر سلبيا. لهنا هذيك عليه لازم يكون فما توازن نفسي وتوازن عاطفي باش الإنسان ما يكون سريع الغضب، خاطر إذا كان فقدنا السيطرة على الذات وفقدنا السيطرة على النفس لهنا باش نتيحوا في برشا، يعني في برشا في فخ الغضب وفي فخ السيطرة، عدم السيطرة على الذات لهنا باش يكون نتائج سلبية على الأخر، يعني حتى صحية، حتى كما قلنا قبل إصابة بال إنعاش النوبة القلبية ولا الغضب المفرط ولا يعني هنا شو يكون فما نتائج خايبة برشا. به دونك الأهم الخطوات اللي حكيت فيها توا هي لنعملوا حوصلة. أول حاجة هي التوكل على الله، راه ما فما حد شيء يصير كان بحكمة ربي سبحانه وتعالى. الثانية أن الوعي، معناها لازمك تكون واعي أنك أنت في مرحلة سفبة ولازمك تتعديها، والحاجة الثالثة هي لازمك تحط في مخك أنها راهي هذيك مرحلة وتتعدى، إن شاء الله اللي جاي خير، إن شاء الله اللي جاي أحسن من المرحلة هذه. الدنيا راهي مرة الفوق مرة اللوطة، لازمك أنت ما تخليش وقت اللي تبدأ الدنيا سفبة ما تخليش هذي الكل يسيطر على حياتك. دونك هذه هي الحوصلة من الكلام اللي قلته هيلا. أحسنت أنا صحيح. هذيك علاش فما الخطوات الأساسية اللي نحب ننصحكم بها، هي خطوات بسيطة برشا وتعاوننا الناس الكليك باش نتخطاو الفترة هذه، هي التأمل. التأمل والدعاء ديما قلت لكم قبل ما ذبي، خليه في الصباح بكري وقت للتأمل. ووقت التأمل هنا في اليقين، أول حاجة الثقة بأن الله سيعطيك أكثر مما تريد وأن الله سيستجيب في الوقت المناسب والزمان المناسب. هنا اليقين هو سر نجاحك مهما كان الظروف، رانا ما احناش نحكيو على الظروف تاع الكوفيد اكهاو، نجم تكون لانك حبيت تحل مشروع وما هوش وقته، انك في ظرف في اقتصادي خايب، انك تويك غلاء المعيشه، هذا الكل يخليك تشعر بالضغط والتوتر. صحيح. زاد ما ننساوش انه للثانيه واحده ان الله موجود وانه قادر ان يغير كل المعادلات لاجلك ولاجل دعائك. راه الدعاء عنده تاثير كبير وتاثير ايجابي وقت يكون صادق ونابع بإيمان قويم القلب. زادة لا تنتظر الفرصة بل أخلقها بنفسك حتى الظرف سعيد. ومهما كانت الظروف قاسية أنت تخلق فرصتك وحدك. هيك علاش خليك ديما متوازن في التفكير متاعك، خلي تقبلك للأحداث والتصالح معاها. وقت تتقبل حدث تتصالح معاه لهنا تتغير أسلوب أفكارك، تتغير واقعك، لأن واقع كما قلنا قبل هو مرآة لأفكارنا. هذاك علاش لازمنا نختار أفكارنا بعناية كبيرة. زادة خطوة كبيرة أمل سامحني هي التفاؤل بالخير. تفاؤلوا بالخير تجدوه. هيك علاش تخليك تحط روحك بالأخبار الإيجابية، بالناس الإيجابية، بالأشخاص الإيجابيين، بالتفكير الإيجابي. ما تخليش طاقتك الكل تكون سلبية وقتها، لهنا ما تنجمش تلقى الأفكار الإيجابية أكيد. زادة نحن نكون واعين، زادة أمل احنا باش نبعدوا على التوتر هذايا، زادة إذن نكون واعين نحميوا أرواحنا من الأماكن اللي تمثل خطر علينا. ارتداء الكمامة زادة واستعمال الجيل يعني لو ماكسيموم، يعني كعادة يومية ردوها. إيش بيه؟ إيش قلنا نتعايشوا؟ إذن نتعايشوا مع الوضع. زادة نصدقوا لو ماكسيموم بروتوكول الصحي قدر المستطاع. وزادة نبعد عن الاستهتار والهمجية، وبعدين نقولوا علاش احنا عايشين نوع من الضغط ولا من الخوف. زادة استغلال الحجر الصحي، زادة هدية للتأمل والتخطيط الصحيح لأهدافنا. حياتنا راهي هي عبارة استراتيجية احنا نبنيوها، واللي يحب ينجح يبني حياته مهما كانت الظروف. بالعكس تويك انا نشوف فترة الحجر هي راهي فرصة جديدة باش نخلق رواحنا، يعني طريقة جديدة، طريقة إيجابية. نكثروا زادة من ذكر الله والصلاة والتسبيح
والشكر، لأنه من أعظم النصائح اللي تخليك حياتك تتبدل لما هو أفضل وما هو أحسن. إن شاء الله متصورش الواحد يلقى خير من هكايا راهو، ويبدأ حياته ويبدأ صباحه على كلام إيجابي، يبدأ بالضحكة مهما كان ظرف قاسي. اللي باش يصير راهو باش يصير بطبيعته، احنا نكونوا مع ربي ونكونوا احنا متفائلين ونحميوا روحنا قدر المستطاع. فوالا، وواحد يحمي روحه ويتفائل خير كما قلت هيلا، حتى كان حاس روحه هكا شويه ستريسي ينجم يقرا، ينجم يمشي يعمل، مش يمشي حتى في الدار يقعد يعمل شويه سبور، فما دي زيكزيرسيس حتى سور انترنت يلقاهم، ينجم يعمل سبور، ينجم فما برشا حاجات ينجم يعملهم هو والعائله نتاعو هكاك يخرجوا شويه مكل الضغوطات وكل ستريس اللي عايشينه، وهكيك ان شاء الله بشويه بشويه هيلا. وكما قلت انت الناس الكل ان شاء الله نحمي ورويحنا، نلتزموا قد ما نجموا بالبروتوكول الصحي، بشكيك ان شاء الله ترجع الدنيا كما كانت ان شاء الله في اقرب وقت، واللي يحس روحه متوتر على خدمته ترجع خدمته عاديه، اللي يحس روحه متوتر على صغاره يعرف اللي صغاره لاباس وباش يمشي ويقرا، يعني ان شاء الله بشويه بشويه اذا كان نلتزموا الناس الكل ترجع الدنيا كما كانت، وينقص شويه على التوتر وستريس هذايا والقلق اللي قاعدين نعيشوا فيه. يعطيك الصحة أمل. زادة فما نقطة مهمة بربي نحب نعرج عليها، هي النتائج. تويتا كما نعرفوا نتائج الامتحانات هكا ولي بربي يشوفوا نحيوا التوتر خصوصا جماعة الباك ولا صغيراتنا. طيب تعدى العام وربي يوفقهم واحنا نحمد ربي تعدت السنة الدراسية مش أني بلانش، يعني تعديت الأزمة وجدتنا لاباس والإطار التربوي برشا ضحوا بعمارهم زيد الله يرحمهم ويرحم كل الموتى وكل شيء، لكن خلونا احنا مع صغيراتنا نفرحوا باللي جابوه، نقعدوش نلومه ولا نقعدوا أي واقفين على على علاش عملت هكي ولا كي، افرحوا بأولادنا ونضموهم لينا في الدار ونعيشوا معهم أكثر وقت قدر المستطاع. هذيك علاش يا أمل راهو إذا كان وقعت أي نتيجة سلبية في حياتنا لازم نقبلوها، وإذا كان قضاء الله والقدر خلينا نعيشه يعني حزن نقبلوه زادة، لأنه التقبل الأشياء هي من قوة الإيمان، وتقبل الأوضاع تخلي الأوضاع تتحل بأكثر إنسيابية، والخوف ما عنده وين يوصل والتشنج ما عنده وين يوصل، خلينا نحبوا بعضنا قدر المستطاع ونسامحوا بعضنا ونطلبوا بعضنا ونتعايشوا مع بعضنا ونخليه الدنيا تزهى في وجوه بعضنا، نصفير واحنا من داخل تشوف العالم البرة كيفاش يصفى ان شاء الله. هذاك هو اللي نتمنوه اكيد هيلا. ميرسي بوكو على الكلام الكل اللي قلته لنا اليوم، ميرسي بوكو على النصائح الكل اللي قدمته لنا هيلا. ان شاء الله نحاولوا نمشيوا بالنصائح هذيا قد ما نجموا، بشكيك نجموا نتعايشوا مع الوضع اللي نحن فيه توا. انا نقول لك ان شاء الله نهارك مبروك هلولا، ان شاء الله مره اخرى تكون معنا ان شاء الله تونس بالخير، وان شاء الله كل شيء لاباس، ومن القلب نقول لكم راني نحبكم برشا ولا داعي للخوف، وربي معانا ويحمي تونس ان شاء الله يا ربي. يا عايشك، ميرسي بوكو هيلا بن فرج مدربه القدرات الذاتيه. راجعين معكم نحن بعد شويه في الويكاند، دونك مرحبا بكم انس الكل.